السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف ما وعدتكم في الفيديو السابق أن هذه الملاقية هذه غادي نرجعوها خدمة، ممكن تستعملوها في الجلابة من الراس ديال القب حتى لتحت ديال الجلابة. أول حاجة غادي بحال تجروا هنا واحد شوية توب باش يقدروا يبانوا لينا هاد الجوانب هاد. هنا خصوصا المبتدئات ينتبهوا معايا هنا مزيان هاد المرحلة هذه. غنجيو لهنا ما بين هذه وهذه، ما بين هذه الغريزه وهذه الغريزه، كنضربوا في الثوب. هنا انا غادي نستعمل الضرس ثلاثي، اللي بغات تستعمل الضرس المغلف ممكن كذلك تستعمله، ماشي مشكل. اللي بغات تستعمل كذلك هذاك الضرس اللي تنديرو في هنا، نتابعو مزيان، هنا نتابعو معايا مزيان، تنرجعو لهنا، تندورو هنايا جوج المرات. كي اللي تيستعمل ثلاثة اللفات، وترجعو دائما هاد الغريزة الأولى اللي كوناها، تنجرو هنا مزيان. هنا تكونات عندنا ضرس، ونرجعوا هنا دائما قلت لكم غنخدموا ما بين كل غرزه وغرزه، يعني خنرجعوا نضربوا هنا في الثوب. هنا غادي نخدموا عادي جدا، غنرجعوا لهنا الغريزه الاولى واحد جوج ولا اثنان. هنا كترجعوا دائما في هاد الغريزات هادو، في كل طلعه غادا تزاد عندكم غرزه، في كل طلعه غتلاحظوا ان غرزه غادا تزاد. يعني دابا هنا قدرنا جوج، غادي نرجعوا في الرجعه الثانيه غادي تكون عندنا ثلاثه. رجعوا لهاد المكان واحد اثنان ثلاثة. واحد اثنان ثلاثة. هنا تكون عندنا ضرس، غنخليو هادي، غنجيو لهنا نفس هاد الضرس هذا اللي كوناه هنا، نرجعو نديروه في الجهة المقابلة. نفس هذه الطريقه هذه غنديروها هنا في هذه الجهه. هنا من بعد ما كملت هذا الدرس هذا، غادي نرجع ندير هاد الدرايسات الصغار. نوريكم الطريقه كيفاش غادي نصايبوا هاد الدرايسات. الطريقه هي هذه، نرجعوا هنا نلويو جوج تلويات. هاد الطريقه كيف ما درنا في الاول، غتستمروا بهاد الدريسات حتى تكملوا. هنا غادي نكملوا الخدمة. غتكملوا هنايا خدمة عادي حتى تدوروا مع هاد الدرس كامل. هنا هذا الراس ديال المثلث، ترجعوا دائما في هذه النقطه، تلويو هنا جوج تلويات. كاين اللي تتفضل انها دير ثلاثه تلويات ماشي مشكل. هنا غادي تاخذوا خيط مبروم على جوج شعرات، غادي نطلعوه في هذه الجهه هذه
تابعوا معايا هنايا مزيان كيفاش غادي نخدموا هادشي هنا باش نقدروا ان احنا نثبتوه مزيان. هنطلعوه في هاد اللي حداها اللي حداها. نعاود لكم هنا، وطلعوا الابره من وسط ما بين هاد جوج درسيس، غير باش تقدروا انكم تثبتوه الخيط مزيان. من بعد رجعوه هنا وغنطلعوه، غنجيو لهادي اللي هنا، شوفوا هنايا مزيان دخلنا الخيط من هنا، غنطلعوه في هاد الدرسه اللي حداها باش هنا نقدروا ان احنا نثبتوا الخيط مزيان. هاد الدريسه هادي الاولى ها هي ثبتناها، رجعوا نثبتوا هادي بنفس الطريقه، نغرسوا هنا وغنطلعوا في وسط من هاد اللي حداه. وغادي نرجعوا كذلك نفس الطريقه، نثبتوا هذه ونطلعوا في هاد الدرسه ديال المثلث اللي حداه. نرجعوا كذلك نفس الطريقه، نثبتوا هذه. انا هنا خدمت جوج درسات باش يعني الخدمه تجي ثابته مزيان ما تحركش. من بعد كنتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. هذا هنا هو الشكل النهائي كيف ما كتشوفوا. هاد الدرس هاد اللي بغات تعرف هاد العمل هذا الملاقي الوسطانيه، غادي نوضع الرابط في صندوق الوصف ترجع لي. هاد الدرس هذا هو بهذا الشكل هذا. كنتمنى هاد الخدمه هذه تكون نالت الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الانضمام لقناه ام مريم الكروشي، القناه جديده، ودعمونا بالاشتراك وبالاعجاب، وشكرا على المتابعه.